اليوم راح نتكلم عن اول سكنان تسربه معانا للسيزون الرابع، بالاضافه لاول صوره تشويقيه. السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا قبل البدايه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب واي زد واي دي دي، يكون دعم كبير الي. ويلا نبدا مقطعنا. طبعا شباب، اي شوب او نينتندو سويتش الستور الاوروبي بالغلط سرب لنا الصوره التشويقيه الخاصه بالموسم الرابع اللي هي الصوره اللي قدامكم. هي عباره عن يد سكن طالعه من زي ماده غريبه، مو معروف شو هاي الماده. طيب الايد شباب قدرنا نعرف انه هاي راح تكون اليد الخاصه بسكن بارادايم، سكن بارادايم الجديد اللي طلع في الحدث الاخير. السكن الجديد تاع بارادايم ما نزل معنا لا بالايتم شوب ولا شيء، يعني لسه طلع في الحدث وما نزل معنا. فالصوره التشويقيه كانت نفس يده، لو تلاحظوا على التفاصيل هون اللون السكني، بالاضافه على الكف اليد من الداخل نفس اللون. فبنسبة 100% هاي يد سكن بارادايم. فعلى الاغلب سكن بارادايم هو اول سكن من سكنات الموسم الرابع اللي راح يكون موجود اتوقع في الباتل باس. طبعا بعد ما الناس اخذوا الصوره وسرب الموضوع بسرعه على حساب او المتجر الاوروبي بتاع النينتندو، حذف الصوره ولا كانه نزل اشي. وبعد هذا التسريب اجى المسرب ميدا. طبعا قبل ما اتكلم، هذا المسرب ميدا له فتره بسرب اشياء موثوقه جدا، والمسربين الكبار باخذوا تسريبات وثقه، خلص لما يحكي اشي فعليا بيكون صح. فعلى طول نزل هاي التغريده اللي قدامكم، حط سكن جوين ستيسي كتب فوقها سي يو، يعني بلمح انه سكن جوين ستيسي راح يكون في الموسم الرابع. احكي لك لقد تلقيت تاكيدا لهذا من عده اشخاص موثوقين وحصلت على تاكيد ميدا. سال ميدا عن الموضوع، قال له انه سكن جوين ستيسي راح يكون باتل باس، راح يكون موجود في الباتل باس للسيزون الرابع، انه التعاقد راح يكون بين فورتنايت وبين سبايدر فيرس، يعني انه سكن جوين ستيسي راح يكون في الباتل باس، مما يعني ان مارس موراليس ياتي لاحقا في الايتم شوب. يعني مارس موراليس ما راح يكون باتل باس، راح يكون ايتم شوب، بس جوين راح يكون باتل باس. طبعا تم تاكيد انه الموسم الرابع ما راح يكون تعاقد مع مارفل بشكل تام، يعني ما راح يكون زي الموسم الرابع تاع الشابتر الثاني اللي كله سكنات من مارفل، لا راح يكون في سكن او سكنين، ممكن بس سكن جوين ومارس موراليس فقط. حتى دور اتوقع يعتبر لسوني مو لمارفل، فعلى اغلب الموسم الرابع ما راح يكون تعاقد مع مارفل، ممكن يكون بطابع الهيرو الابطال الخارقين لكن ما راح يكون من مارفل. يعني فالاشياء اللي بنعرفها حاليا عن السيزون الرابع، قلنا اول شيء انه ما راح يكون بالكامل تعاقد مع مارفل، سكن جوين السيس راح يكون في الباتل باس، راح ارجعوا السان تانل اللي هي الانفاق اللي بتنزل في الرمل وتتحرك، بس بحكي لك راح يكون معها زي سائل، هل هو نفس الرمال اللي قبل ولا بطريقة ثانية مع سائل آخر غير الرمال؟ ننتظر ونشوف الموسم الرابع. بعدها بحكي لك بداية الموسم الرابع راح يكون 17/9 أو 18/9، راح يكون بعد بداية الموسم الرابع بأسبوع أو فترة صغيرة احتفال فورتنايت بعيد ميلادها الخامس. واخر شيء راح يكون الآل الجديد اللي تسرب معانا بالكوميكس بوك بين فورتنايت ومارفل اللي هو اسمه هولك باستر، راح يكون موجود معانا كمركبه جديده في اللعبه، كمركبه جديده كسكن جديد مو متاكد. فحاليا هذول السكنات بارادايم وسبايدر جوين اول سكنين تسربوا معانا من سكنات الباتل باس السيزون الرابع. فشو رايكم بالسكنين؟ اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، انا راح اشوف كل التعليقات. وبس شباب، بالنهايه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب واي زد واي دي دي. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.